خلينا مشاهدينا نروح لشرم الشيخ ونتابع اخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافه مؤتمر المناخ. زميلنا احمد الحسيني موجود هناك هيقول لنا ايه اللي بيحصل وايه اللي يعني في اطار متابعتنا اليوميه هناك. صباح الخير عليك يا احمد، قول لنا بقى عندك ايه الجديد النهارده. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا احمد، صباح الخير لضيفكم الكريم، صباح الخير لمصر ولمشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. على الارض هنا في شرم الشيخ الاستعدادات تمت خلاص، مدينة شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة في 6 نوفمبر المقبل بإذن الله. خلونا في البداية نستعرض تقرير مهم جدا أصدرته حديثا ومؤخرا الوكالة الدولية للطاقة، واللي أكدت فيه إن في توقع إن بحلول عام 2025 متوقع إن تصل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة وغاز ثاني أكسيد الكربون ل 37 مليار طن، وده كده هتكون تصل إلى ذروتها. ولكن مع الجهود الدولية والجهود العالمية والاستثمارات في الطاقة المتجددة متوقع أن تنخفض هذه النسبة مرة أخرى إلى 32 مليار طن بحلول عام 2050 إذا تم استمرار هذه الجهود الدولية والاستثمارات في الطاقة المتجددة. التقرير رغم أنه كان متفائل لكنه حذر في نفس الوقت أنه بعد 178 سنة أي سنة 2100 ميلادية هتصل درجة حرارة الأرض أو ارتفاعها إلى درجتين ونص مئوية، وطبعا دي درجة كبيرة جدا، إحنا النهاردة بنتكلم عن درجة ونص مئوية، فبالتالي هتكون في زياده درجه مئويه. وبالتالي هي وصفت ان مش هكون بس في تغيرات مناخيه، يمكن احنا النهارده في هذه الاعوام نتحدث عن تغيرات مناخيه، ولكن وصفت ان في سنه 2100 ميلاديه اي بعد ما يقرب من 180 سنه هيكون في عواقب مناخيه كما وصفته التقرير للوكالة الأممية الدولية. ستكون هناك عواقب مناخية، ولكن ينبغي حتى نتجنب هذه العواقب المناخية وهذه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أن تزيد نسبة الاستثمارات في الطاقة، وبالتالي المستقبل هو الاستثمار في الطاقة المتجددة. بنتحدث أو كما ذكر التقرير عن 2 تريليون دولار ينبغي أن يتم استثمارها بحلول عام 2030، وتصل هذه الاستثمارات ينبغي أن تزيد إلى أكثر من ذلك بحلول عام 2050. وبالتالي أصبحت الاستثمارات في الطاقة المتجددة هي التي تحفظ الأجيال القادمة من خطر هذه التغيرات المناخية. سيشهد التاريخ يوما ما أن مصر بادرت بهذه الجهود التي تقوم بها هنا في مدينة شرم الشيخ، وكانت أيضا الأمم المتحدة أشادت مؤخرا بجهود الحكومة المصرية في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، حيث هناك استراتيجية وطنية لمصر للتنمية وأيضا الاستثمار في هذه الطاقة المتجددة، وهذا هو المستقبل. على الأرض هنا في مدينة شرم الشيخ كما ذكرت بداية الاستعدادات تمت بشكل كبير جدا، ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ زيارة لدولة رئيس الوزراء لإعلان هذه المدينة مدينة خضراء، وأيضا ليتأكد من جاهزية جميع الأماكن هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذه القمة الدولية. وكان أيضا دولة رئيس الوزراء عقد اجتماعا أمس مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد للاطمئنان على أيضا العمل وجاهزية مدينة شرم الشيخ. أيضا ميدانيا هنا في مدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقوم بجولات ميدانية في الشوارع والميادين والأماكن التي تم رفع كفاءتها، وأيضا في المناطق التي سوف تستقبل الفعاليات الرئيسية لهذه القمة سواء المنطقة الزرقاء قاعة المؤتمرات أو المنطقة الخضراء، لمدى جاهزية هذه الأماكن جميعا لاستقبال هذه القمة الدولية التي تشارك فيها الكثير من دول العالم. إليكم زملائي في الاستوديو مرة تانية وصباح الخير. نعم، بنشكرك أحمد الحسيني على هذه التغطية والتفاصيل، كل الشكر ليك.